بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة النور إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قوله تعالى: والذين كفروا، هذه الواو عاطفة على ما ينساف إليه قبله، يعني بما أن الآيات قبلها كانت في شأن الذين آمنوا، الذين قال تعالى في وصفهم: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والألقاب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فيما يتعلق بحال الذين آمنوا. ثم قال: والذين كفروا، فانتقل إلى وصف حال الذين كفروا وأعمالهم، كأنه في الذين آمنوا أعمالهم حالا ومآلا كما وصف، أعمالهم حالا في الدنيا ومآلا في الآخرة كما وصف. أما الذين كفروا فأعمالهم التي يحسبونها تنفعهم وتأخذ بيدهم من العلاء كسراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب، وهو ما يرى في الفلاة أي في الصحراء من ضوء الشمس وسط الظهيرة يضرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، كسراب بقيعة، قيعة بمعنى القاع، قيعة بمعنى القاع يعني المنبثق من الأرض، أو قيعة هي جمع قاع كديرة في جار، تجمع كما فيما كلمة جار بجيرة كذلك قاع تجمع قيعة. فإذا إما أن القيعة هي المنبثق من الأرض، وإما أنها جمع قاع. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي لا شيئا محققا ولا شيئا متوهما، كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء. يعني هو إذا تعلق بهذا الشراب الذي حسبه الشراب فسعى إليه سعيا حديثا مع شدة العطش الذي أجهده، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده على الإطلاق، لا شيئا محققا ولا شيئا متوهما كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء، فهذا لا سبيل إليه. وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل. وقوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أي وجد عقاب الله وجزاءه عند الصراط أو عند العمل. وفي التعبير بذلك زيادة تهويل، وجد الله عنده أي جزاء الله وحساب الله فوفاه حسابه. والمعنى وقيل المعنى وجد الله عنده يعني وجد الله محاسبا إياه، فالعندية بمعنى الحساب، بالدليل على ذلك قوله تعالى توفاه حساب، وجد الله عنده يعني وجد حساب الله عنده، بدليل قوله بعد ذلك إيه توفاه حسابه، يعني المقصود هو الإشارة إلى هذه التوفية. وقيل هو بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة، يعني المقصود من قوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، المقصود بقية أحوالهم التي تدفع وصولهم إلى الموقع الذي كانوا يحسبون فيه ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. انتهت سورة عمل الكافر. ثم يقول تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه، هذا الاستطراد وهذه التكملة
لئلا يتوهم أن قصار أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط. يعني لا يتوقف الأمر عند الخيبة والقنوط حينما يأتون إلى موضع هذا الشرف الذي حسبوه شرفا فرأوه وهما، لا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما هناك حساب وهناك مجازاة وهناك عذاب. فليس الأمر مجرد خيبة وقنوط كالذي يحصل للظمآن، وإنما يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده للخيبة أصلا. يعني الخيبة والقنوط التي تصيب الظمآن هي يعني شيء خفيف جدا ويسير جدا بالنسبة لما هو بعد ذلك، بعد يعني انتقاله من الله سبحانه وتعالى ومواجهته الحساب، فإنه شديد شدة لا تساوي الخيبة والقنوط عندها شيئا. فهذا هو هذه الحكمة في قوله بعد ما ذكر من شأن الصراط، قال تبارك وتعالى وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. فإن قيل لما خص الظمآن بالذكر مع أنه يتراءى لكل أحد كذلك، كسراب بشيعة يحسبه الظمآن ماء. الحقيقة أن السراب يراه الظمآن ويراه غير الظمآن، فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى خص الظمآن بالذكر على أساس أن الظاهر أنه كان يمكن أن يقال طبعا في غير القرآن كسراب بشيعة يحسبه الرائي ماء، يحسبه الرائي سواء كان ظمآنا أم غير ظمآن. تجيب بأنه إنما قيده به ولم يطلقه، يعني قيده بالظمآن ولم يطلقه الناس للرائي، وإنما قال كسراب بشيعة يحسبه الظمآن ماء لقوله ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لأنه من تتمة أحوال المشبه به وهو أبلغ. لماذا؟ لأن خيبة الكافر أدخل وأعرف، المقصود أساسا هو التكلم على حال الكافر. فلو أن والتكملة الموجودة في باقي الآية هي المقصود بها تتمة بيان أحوال المشبه به، وهذا أبلغ، لأن خيبة الكافر أدخل وأعرف وأسد. كما قال تبارك وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية، يذهب حرثهم وعملهم بالكلية، كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فشبه الله سبحانه وتعالى أعمال الكفار التي يظنونها نافعة ومآلها الخيبة، شبهها برؤية الكافر الشديد العطش في المحفر. يعني المقصود تلبيه حال تلبيه أعمال الكفار برؤية الكافر يوم القيامة، يعني يوم الحشر، الشديد العطش في المحفر سرابا يحسبه سرابا، فينتظم العطش وجد الله عنده أحسن انتظام كما نوروه. فوجد الله عنده، وهذا هو الذي جعلنا نقول إن المشبه إيه في الحفظ، المشبه به يعني يكون في الحفظ، حيث يظلم الكافر بأعظم الخيبة والخنوم أو كظلمات، هذا تشبيه آخر لأعمال الكافر، أو كظلمات في بحر لدي، لدي يعني عميق كبير الماء، يغشاه موج من فوقه موج، أي متراكم بعضه على بعض، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، أي متكاتفة متراكمة. وهذا بيان لكمال شدة الظلمات، إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني إذا أخرج يده وجعلها بمرأة منه قريبة من عينه لينظر إليها لم يكد يراها. ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، أي ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن فما له هداية ما. وهذا في مقابلة قوله تعالى في حق المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء. الجملة لتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياه، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه نعمة الهداية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
لأنهم لم يجاهدوا لنيل ذلك النور. والله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذين فدل على أن الذين لم يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى سبله لم يجاهدوا في الله ولم يجاهدوا أنفسهم للوصول إلى الحق وإلى الهداية. فالحقيقة أن هذه الآية مما يذكره بعض المعاصرين ضمن آيات الإعجاز العلمي. فقوله تعالى أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقولون إننا نرى على سطح البحار والمحيطات الأمواج الشديدة. العلم الحديث أثبت أن هناك بجانب هذه الأمواج السطحية التي تكون فوق سطح البحر هناك أمواج داخلية في البحار العميقة وفي المحيطات. هناك تيارات من الأمواج داخلية تكون أسفل البحر وتكون في غاية القوة كالجبال قوة الوبقة مثلا. فهذه الأمواج العميقة أو الأمواج الداخلية في داخل المحيطات على أعماق بعيدة جدا بعيدة عن السطح. هذه الآية قالوا إن فيها إشارة إلى هذه إلى هذه الأمواج. أو كظلمات في بحر لجي ليس أي بحر إنما بحر عميق عميق لجي عميق كثير الماء. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه بحر. يغشاه موج إشارة إلى هذه الأمواج الداخلية في المحيطات والبحار. من فوق هذا الموج موج آخر وهو هي الأمواج السطحية التي نراها نحن خاصة في الشتاء والعواصف هذه الأجزاء. من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أي متكاتفة متراكمة. وهذا بيان لكمال شدة الظلمات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذان المثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا مثلا ناريا ومثلا مائيا. وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. يقول ابن كثير أما الأول فهو الكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء فمثلهم كالسراب. لأن الجهل جهلا هناك جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل البسيط يعني هو جهل الإنسان الذي ليس له مذهب ولا يعني إيه مبدأ وإنما هو بيد من يقوله وهو حال المقلدين. أما الجهل المركب فهو حال الذين لهم مذهب وفلسفة يعني منهج معين هو غافل. هم يعني يحسبون أنهم على سيدون أنهم على حق. فلا شك أن الجاهل البسيط أخف من الجهل المركب. واضح. المثل الأول في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. المقصود هنا القسم الأول وهم الكفار الدعاة إلى الكفر. هم دعاء إلى كفرهم مقتنعون به ودعاة إليه. فهؤلاء أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء يغترون بما يعرفونهم عليه من المذاهب الضالة المنحرفة. فمثلهم كالتراب إذا لقوا الله سبحانه وتعالى اكتشفوا أن هذا كان لا شيء ويحسبون أنهم على شيء. فهذا مثل التراب. أما الثاني أو كظلمات في بحر الجي فهو مثل ضرب لأصحاب الجهل البسيط وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون. فلا يعرف أحدهم حال من يقوده ولا يدري أين يذهب. لم يقال كما يقال في المثل الجاهلي أين تذهب. إذا قلت لهذا الجاهل اللي هو الجاهل جهلا بسيطا المقلد إذا قلت له أين تذهب يقول معهم. فتقول فأين يذهبون يقول لا أدري. أين تذهب يقول معهم. فإن قلت له فإلى أين يذهبون يقول لا أدري. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ما ذكره الحافظ ابن كثير مما يحتمله اللفظ الكريم وليس بمتعين. ومستنده في ذلك ما ذكره شيخه الإمام ابن القيم عليهما الرحمة والرضوان في البيوت الإسلامية.
يقول القاسمي ولا بأس بإيرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق بني آدم أتم انتظام واشتملت عليه أكمل اجتماع. فإن الناس قسمان: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عارضه فشبهات، أي شيء يخالف دين الحق ويخالف دين الإسلام فما هو إلا شبهات، شبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع. يعني يشتبه أمر هذه الشبهات على من قل نصيبه من العقل والنقل، فيظنها شيئا له حاصل فينتفع به، وهي في الحقيقة كفراغ بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق. المقصود هنا القسم الأول من الناس الذين هم أهل البصائر وأهل الهدى والعلم والعمل، فهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات، فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة تاهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعمهون، وفي ضلالهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغترين بظاهر التراب، ممحلين مجدين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفصل الخطاب. يقول تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. هذا الكبر أوجبه لهم اتباع الهوى، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أهل الجهل والظلم. القسم الأول أهل الهدى والبصائر، أما القسم الثاني فهم أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم، الذين قال تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان، أهل الجهل والظلم قسمان: الأول الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل الجهل والضلال، وغالبا هذا حال الزعماء والرؤساء والقوات والدعاء على أبواب جهنم، الأئمة أئمة الضلال، هؤلاء يعني يحسبون أنهم على علم وأنهم على هدى وهم في الحقيقة أهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله وينكرون الباطل ويوالون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة راء التراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة التراب الذي يكون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان. الكافر أو هذا القسم من الناس لا يقتصر فقط على الخيبة والحرمان كما هو حال من أما التراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، كأنه يعني شيء من هذا المعنى قول الشاعر: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لو كان الأمر ينتهي بنهاية الحياة وبالموت لا كان الأمر أسهل، لكن ليس الموت هو النهاية، الموت هو البداية، البداية للحياة الخالدة الأبدية التي لا انقطاع لها. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية نهاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا رغم أنفنا، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم، فلم يقتصر حالهم على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما التراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين،
سبحانه وتعالى فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إياه بما سيقيل الذر، وقدم إلى ما عمل من عام أكبر على عمله يرجو نفعه، فجعله الله له هباء منثورا إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه أثرات عليه. والسراب ما يرى في الفلاة المنبثقة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والقيعة والقاع هو المنبثق من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد. فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيأمه فيخيب ظنه ويجده نارا تلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب، هكذا يكون حالهم يوم القيامة. إذا حشر الناس واشتد بهم العطش يوم القيامة بدت لهم أعمالهم كسراب، فيحسبونه ماء فإذا أتوا وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم فشكوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أي نعم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى فجرها الله تعالى حميما سقاهم إياه. كما أن طعامهم هذا حال شرابهم، أن طعامهم فهو من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تثمن ولا تغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنا بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو القسم الأول من الصنف الثاني، أصحاب الأهواء وأهل الجهل والظلم، اللي هو أصحاب الجهل المركب. القسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله سبحانه وتعالى. كظلمات جمع ظلة أو كظلمات في بحر لجي. فظلمات جمع ظلمة، ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليه. والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمسة ظلمات. فقوله ظلما وعمله ظلما ومدخله ظلما أو مدخله ظلما ومخرجه ظلما ومصيره إلى ظلما وقلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم. وإذا قابلت بصيرته الخفافية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جدت الهرب من هذا النور وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى، كما قيل: خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. كحال الخفاش يهرب من النور ولا يرى فيه لكنه يحب الظلام ويعتقه. قوله تعالى: في بحر اللجي، اللجي العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. تطوير لحال المعرض عن وحيه
فشبه تلاطم امواج السبع والباطل في صدره بتلاطم امواج ذلك البحر، وانها امواج بعضها فوق بعض. فقوله تعالى في بحر الجن يغشاه موج، يعني يغشى البحر موج من فوقه موج، يعني من فوق الموج موج، من فوق الموج موج. فاذا الضمير في قوله يغشاه راجع الى البحر، والضمير في قوله من فوقه عائد الى الموج. ثم ان تلك الامواج مغشاه بسحاب، فها هنا ظلمات، ظلمه البحر اللجي وظلمه الموج الذي فوقه وظلمه السحاب الذي فوق ذلك كله. اذا اخرج من في هذا البحر يده لم يكد يراها. قال كثير من النحاء هو نفي لمقاربة رؤيتها، وهو أبلغ من نفي الرؤية، بل يقول لم يرها وإنما قال لم يكد يراها. فإذا نفى مجرد مقاربة الرؤية فهو أولى أن ينفي الرؤية ذاتها. أين؟ فكأنه قال لم يقارب رؤيتها بوجهه. ففي تفسير هذا الموضع كلام كثير للنحاة حسب الاختلاف في المعنى الذي تفيده يكاد. قوله فالمقصود ان قوله لم يكد يراها اما ان يدل على انه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة وهو الاظهر، فاذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها؟ ايضا فشبه سبحانه اعمالهم اولا في ثبات نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب خداع يخدع رائيه الداعي، فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه. وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في جزر البحر المتلاطم الأموال الذي قد يغشيه السحاب من فوقه، فيا له تشبيها ما أبدعه وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابا. أي نعم. فأعمالهم سراب لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها، وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكات النبوة، فإنها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد، ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. ثم أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته وظهور أمره وجلالته سبحانه وتعالى، فقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، يسبح يعني ينزهه ويقدسه وحده أهلهما أهل السماوات والأرض، والطير صافات أي يصفن أجنحتهن في الهواء، كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل واحد مما ذكر قد هدي وأرشد إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. فالضمير في علم لكل، فالمقصود كل قد علم صلاته وتسبيحه، لأن يعني المخلوقات كلها تسبح وتصلي كما قال تبارك تعالى والنجم والشجر يسجدان. طبعا سجود كل كائن بحسبه، سجود الشمس غير سجود الانسان غير سجود الطيور غير سجود الحشائش والاشجار وهكذا، والنجم والشجر يسجدان، فاثبت لهما السجود. لكن هذا السجود كما قلنا كل بحسبه، ولكن وان شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، الاحتمال الاول في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه، الوجه الاول كل قد علم، علم فعله فاعله ضمير مستتر تقديره هو، فهو هي الفعل علم، اما تعود لايه؟ اما تعود لكل، يعني كل قد علم صلاته، يعني علمه الله وارسله كيفية صلاته وكيفية تسبيحه، الأموال تسبح، الأشجار تسبح، الكواكب تسبح، الشمس تسبح وتسبح وتصلي والطيور تصلي، كيف؟
كل علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتمال الاول، كل قد علم، فالضمير يعود الى كل صلاته وتسبيحه، او كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي علم صلاته وتسبيحه، فالله عليم بصلاته وتسبيحه. قال الزمخشري: ولا يبعد ان يلهم الله الخير دعاءه وتسبيحه، هذا لا يبعد في قدره الله عز وجل، كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. يعني لو أننا تفقحنا صفحة الكون المكتوب وآيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي أنفسنا لا أدركنا أن هذه يعني الطيور والحشرات والوحوش وغير ذلك من الكائنات قد هدي لأسرار في غاية الدقة، ألهمها الله سبحانه وتعالى إياها لحفظ نوعها ولحماية أنفسها وغير ذلك مما تسعى عليه في تحصيل ما ينفعها وتسعى ودفع ما يضره. طبعا والقصص ذلك كثيره جدا، وهذا باب من الابواب المهمه، التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى لنتدبر معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى ولا يوجد تفسير على الاطلاق الا انها هدايه الله عز وجل، لاننا نعرف ان الهدايه انواع، هدايه العامه لجميع الخلائق الى ما يصلحها ودفع ما يضرها. يعني انت اذا حاولت ان تطارد نملة وتريد ان تكون نملة تفعل تهرب وتذهب هكذا وتبيها هكذا، هذا الهام من الله سبحانه وتعالى. عامة الوحوش والجمادات حتى النباتات لها من او فيها من العجائب ما يدرك الانسان كيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهمها. يعني الطفل الذي يولد ويخرج من بطن امه ما سبق له تعليم ولا توجيه ولا درس العلوم ولا هذه الأشياء، لكن من الذي يلهمه الكيفية الدقيقة والتي في غاية الإتقان في كيفية الارتضاع من أمه؟ هذه العملية لها قواعد وعملية في غاية العقيد، ليست بسيطة كما تتصورون. من الذي يلهمه ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولابن القيم كلام طيب جدا في كثير من كتبه وبالذات استبيان في أقسام القرآن وكتابه أيضا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وكذلك في كتابه كفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم في شرح أنواع هذه الهداية، ذكر أمثلة كثيرة جدا. مثلا من ضمن ما ذكر يعني مثلا النملة، كان رجل نمل بيدخل في إناء عسل، فصاحب العسل وضعه في إناء داخل إناء في إناء، يعني وضع إناء في إناء ثم وضع العسل داخل في إناء العسل داخل الإناء الذي في إناء حتى لا تستطيع النملة أن تصيبه. فماذا فعل النملة؟ مدت النملة إلى الجدار ثم ارتفعت عموديا حتى وصلت السقف، ثم اتجهت إلى موضع بحيث إذا سقطت عمودية تسقط على إناء العسل. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه الذي يهديها لهذه تدبير هذه المطار. مثلا فرق من انطلاق عدد الحية على ولده، طائر عدد الحية على فرقه وأكلته، فماذا فعل؟ ظل يناوشها ويطائر في الهواء بأشواك معينة نباتات تامة يريد أن ينتقل، فظل يناوشها حتى فتح فاها ويقترب من عساها، فتح فاها فألقى هذه النباتات أو الأعشاب التامة فقتلها بذلك وانتقم لفرقه. لا درس علم السموم ولا هذه الأشياء، لكنه إلهام الله سبحانه وتعالى. وهذا باب من أبدع الأبواب، التذكر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون الحقيقة مما ينبغي أن يصرف إليه اهتمام عظيم. فهذه العلوم كما نكرر مرارا وتكرارا، هذه العلوم التي هي عبارة عن يعني رسائل من الله سبحانه وتعالى للعباد، لأن كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالتدبر في هذه المخلوقات، دراسة هذه العلوم ليس عبثا وليس داخلا في العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، وإنما هي من علوم التوحيد ومن علوم الدين، لأنها تكشف عن آيات الله سبحانه وتعالى. والقرآن نزل إلى التفكر في آيات الله، والتفكر في استهلال الخلق ليس مجرد شيء مستحب، وإنما هو واجب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي الليلة آيات
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. فقوله ويل لمن لم يتفكر فيها دليل على وجوب التفكر. وقال أيضا نعم فلينظر الإنسان مما خلق. هذا أمر. فإذا عملية تفكر عبادة، تفكر في الإسلام عبادة، وإعمال للعقل في المجال الذي يناسبه وصولا إلى آيات توحيد الله سبحانه وتعالى. فيعني الناس يأخذ من خلال هذه العلوم، علوم النبات، علوم البحار، علوم الفضاء، كل هذه العلوم هي في الحقيقة تتضمن آيات الله. لكن العلم الذي نتعلمه علم ملحد الآن، علم جاحد جحود ظلوم، يحاول من يدرسون هذه العلوم أن يفصلوها عن خالقها حتى تفصل ما خلقت في الأجزاء وهو دلالته على توحيد الله عز وجل. فالعلم في الحقيقة هو أعظم ناصر للإسلام في هذا العصر. إذا كان هو عصر العلم فأسعد الناس بهذه الاكتشافات العلمية هو دين الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. فلا، فتدبر في هذه العلوم ليس عبثا. يعني هناك بعض العلوم تظهر من يدرسها كعلوم الذرة، علوم الهندسة الورقية أو علوم البناء، الهندسة الورقية فيها من العجائب ما تندهش له العقول إذا درسها الإنسان. فيعني ينصح بالاجتهاد في تحصيل هذه الأشياء بنية التعبد، التعبد والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل هنا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، فلا يبعد على الإخبار أن يلهم الله سبحانه وتعالى الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. مثال آخر ضربه ابن القيم، كان طائر يريد أن يتعاطى زيت، يعني أو زيت موجود في برميل، فيطلع على شفا أو حرس البرميل، طبعا كان الزيت واطي قادر يرقص، عارف انه هيغرق لو ده، فماذا فعل؟ في اناء ثاني في ماء، فظل يذهب يضع ماء في فمه ينقل الماء من هذا الاناء الى داخل برميل الزيت، الى ان طبعا الى ان ارتفع الزيت واقترب منه فاستطاع ان ياخذ. من الذي علم الفار؟ علم الكثافه او مش عارف حوالين ايه وهذا الكلام؟ هذه ذات الله سبحانه وتعالى حتى للحشرات. واضح؟ والكلام كثير ذكر ابن القيم كما قلنا في كتابه في القضاء والقدر. واذا كان هذا كلام ابن القيم يعني في عصره، وطبعا الصفات العلميه ما كانت يعني انفتحت بهذه السرعه التي نحن فيها، فكيف الان لو اطلعنا على عجائب الله عز وجل؟ يعني اذا اطلعنا على ايات الله في النحل او في النمل او في غير ذلك مما كشف الان، ونتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني من أكثر الناس الذين يكشفون للبشرية هذه الأسرار الكونية والعلمية هم أناس ختم الله على قلوبهم، أغلبهم كفار سواء من ملاحدة الروس أو الأمريكان أو غيرهم. واضح؟ ومع ذلك أنت تتعجب يعني كيف يطلعون على هذه الآيات العظيمة ثم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بوجوده. هذه في حد ذاتها دليل على وجود الله. لماذا؟ لأن هذا دليل على أنك من ختم على قلوبهم ووضع عليهم الأقفال فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان، لأن مع وضوح هذه الأدلة هم لا يؤمنون بالله. واضح؟ فهذا دليل على أن هناك من عطل من ختم على قلوبهم وحرمهم من نعمة الهداية. أي نعم. هذه إشارة عذراء والحديث يعني إن شاء الله بقية في ظروف أخرى. والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، أي هو الإله الحاكم المتصرف فيهما الذي لا تنتهي العبادة فيهما إلا له، وإليه يوم القيامة مصير الخلائق فيحكم بينهم ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قوله تعالى
ألم تر أن الله يزجي السحابة، أي يسوسها برفق. ومنه البضاعة المزجاة، يزجيها كل أحد، يعني يدفعها لرغبته عنها أو لقدرته على توكها وإيصالها. ألم تر أن الله يزجي السحابة، أي يسوسها برفق. ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. وإن كان بعض طبعا المعاصرين أيضا يعتبرون هذه أيضا من آيات الإعجاز العلمي، إن في بعض الاتحاد في شحنة موجبة والأقاطير سهلة، ثم يؤلف بينه إلى آخره. ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. ثم يجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض. فترى النوادق أي المطر يخرج من خلاله، وهي فرده ومقارن القتل منه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يلفت نظرنا هنا قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. من جبال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طيارة يطير بها في السحب حتى يصف السحاب بأنه جبال؟ ما كان البشرية أن تعرف أن السحاب تكون على هيئة الجبال حتى يعني حتى طعنوا إلى السماء بالطائرات وغيرها. طبعا كان يركب طيارة يدرك معنى قوله تبارك وتعالى من جبال، المثال للسحب تكون على هيئة الجبال، جبال ومرتفعات، والذين يدرسون هذه العلوم علوم الطيران والأرصاد وهذه الأشياء يعرفون ما معنى هذه الكلمة من جبال، وهذا هو الواقع فعلا انها تكون كالجبال. قوله فترى الودق اي المطر يخرج من خلاله، وهي فرده ومخارج القطر منه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال ابن كثير يحتمل المعنى فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد رحمة بهم، ويصرفه عن الآخرين حكمة وابتلاء، فيصيب به من يشاء، يعني هذا المطر وهذا البرد ينزل على نفع ويمين كما يقدر الله سبحانه وتعالى كخير ورحمة وبركة لهم، تنمو به زرعهم ويستقون منه وينتفعون به، ويصرفه عمن يشاء من الآخرين حكمة منه وابتلاء لهم. أو المعنى فيصيب به من يشاء، يعني يصيب بالبرد من يشاء نقمة لما فيه من نشر الثمر، الثمار وإفلاس الزروع، لأن البرد والثلج الشديد ممكن أن يفلس بعض الزروع، يصيب به في البرد من يشاء عقوبة لهم ونقمة، ويصيبه عمن يشاء فلا يصيبهم هذا البرد رحمة بهم. يكاد سنا برق، أي لمعانه، لمعان البرق يذهب بالأبصار يقطفها لشدته وقوته، وهذه ايضا حقيقه علميه. وان كنت لا احسن الارقام بالضبط، لكن المعروف ان البرق ضوءه اضعاف ضوء الشمس. البرق هذا الخطر الذي نراه هو في الحقيقه ضوء اضعاف ضوء الشمس، لكن بشده سرعته نحن لا نحس بهذا، هو في الحقيقه ضوء اضعاف ضوء يعني الشمس. يكاد سنا برقه، اي لمعان هذا البرق يذهب بالابصار يخطفها لشدته وقوته. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار، أي يأتي بكل منهما بدل الآخر خلقا له، أو يأخذ من طول أحدهما فيجعله في الآخر رحمة بالعباد لانتظام معارفهم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فالله خلق كل دابة من ماء، أي كل حيوان يجب على الأرض خلقه الله من ماء، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو الحياة، هو الحياة. والله سبحانه وتعالى خلق كل دابة تجب على الأرض من ماء، وهو جبر مادته أو ماء مخصوص وهو النقطة، فيكون تجهيلا للغالي منزلة الكل، لأن من الحيوانات ما لا يتولد من نقطة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات،
وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة او المشاكلة، او المشاكلة يعني المشاكلة لما يأتي من قوله ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع، مشاكلة اطلق على زحف الحيات ولغائها لفظة المشي مشاكلة. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء، اي اما ذكر وغيره، وعلى ما يشاء من الصور والاعضاء والهيئات والحركات. ان الله على كل شيء قدير. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وهو صراط تلك الايات، صراط الحق والهدى والنور، وهم المؤمنون الصادقون الذين استجابوا لله والرسول واذا دعوا الى حكمهما استكانوا. اذا ما كان يقع من المنافقين من اثر النفاق تحذيرا من صنعهم، لقوله عز وجل في المنافقين: ويقولون امنا لله وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك المؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الى فريق منهم معرضون، وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذنبين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم المعرضون. يقول تعالى في شأن المنافقين وفي بيان آثار النفاق الذي في قلوبهم على مواقفهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني يقولون ذلك بألسنتهم فقط، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد دعوى الإيمان، فإيمانهم دعوى للإنسان. وما أولئك بالمؤمنين يعني يؤمنوا بهم، إنما هي دعوى للإنسان. ثم برهن عليه، أتى بالدليل على أنها مجرد دعوى مع أنه يبلغ من الإنسان. فقال: وإذا دعوا إلى الله أي إلى كتاب الله ورسوله أي إلى ذمته وحكمه، يحكم بينهم إلى فريق منهم معرضون، المعرضون عن المجيء إليه، وإن يكن لهم الحق أي الحكومة لهم لا عليهم، فيعرفون من حكم الشرع في هذه المرة يكون إلى التفصيل، يأتوا إليه مدعين، يأتوا إليه مدعين أي مشفعين طائعين. أبي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني أهل قلوبهم مرض الكسل والريب والنفاق، فاكتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم فيهمهم فيه أو ينسب إلى الله ورسوله ظلم، إذا فلماذا يعني يهربون من حكم الله ورسوله؟ وهذا إنكار واستخلاف لإعراضهم المذكور وبيان لمنشئهم، منشأ هذا الإعراض هو أن في قلوبهم غرابا وريبة، وأنهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فهذا إنكار واستقبال لإعراضهم المذكور عن الانقياد لحكم الله، وبيان لمنشئه بعد استبصار عدة من القبائح المتحققة به والمتوقعة منه وتضييق المنشئين في بينها. كأنهم فيه كذلك في قلوبهم مرض، يعني أذلك أي إعراضهم المذكور من كفرهم ونفاقهم، أم لأنهم ارتابوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم مع ظهور حقيقتها، أم لأنهم يخافون الحي ممن يستحيل عليه ذلك، يتوقعون الحي الظلم ممن يستحيل عليه ذلك وهو الله عز وجل الذي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إشارة إلى استدماعهم تلك الأوصاف الذليلة، فالمقصود من جاء في الآية أنهم قد استدمعوا في قلوبهم كل هذه الأوصاف الذليلة. أفي قلوبهم مرض؟ يعني نعم في قلوبهم مرض. أم ارتابوا؟ نعم هم ارتابوا. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فهذا كله مستجمع في قلوبهم. وكل واحدة من هذه الصفات هي في حد ذاتها كفر ونفاق. فإذا هذا هو نشأ إعراضهم عن تحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. ثم بين صفتهم مع ذلك بالوصف الأسوأ وهو الظلم: بل أولئك هم الظالمون، أي الذين رسخ فيهم خلق الظلم لأنفسهم ولغيرهم، ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم.
فالإضراب انتقالي. ولمعنى دع هذا كله أبيت نظيم الله أن نرتابه أم يحققون أن يحيف الله عليهم ورسوله، كل هذا يفهم أنهم مصيبة وصفة أشد من هذا بكثير. تنسى هذه بجانبهم، بل هناك من هو أعظم، أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون، أي لأن الإضراب انتقالي. والمعنى دع هذا كله فإنهم هم الكاملون في الظلم، الجامعون لتلك الألفاظ. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما كان قول المؤمنين، لا يذل المؤمنين ولا يفعه غير ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فحصر الفلاح في من كان هذا شأنه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال التنزيل رحمه الله تعالى: فيها وجوب الشرور على من دعي لحكم الشرع وتحريم الامتناع واستحباب ان يقول سمعنا واطعنا. هذا ادب نحن جميعا في نفس الحاجتين. كثيرا ما يحصل تخاصم بين الناس وتنازع في اموال شركات او غير ذلك منا، يتنازع الناس فيه الى حكم الله ورسوله، فيدخل منه احيانا الفاظ قد تخرجه من المله من قبح ما يتلفظ به. فهذه الآية تعلمنا أن أدب المؤمنين إذا قيل لهم تعالى إلى حكم الله لابد أن ترد ردا يليق بالمؤمن، وهو أن تقول سمعنا وأطعنا. تعرف بما أدبك الله به، إذا دعيت إلى حكم الله تقول سمعنا وأطعنا، أو تقول نعم وكرامة، أو على العين والرأس، أو غير ذلك مما فيه قيام بأدب العبودية عند التحاكم أو الدعوة إلى التحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دعي الى حكم الله وجب عليه ان ينقاد الى ذلك، لان من الف زمان صار الحلال عند بعض الناس هو ما قدر عليه، والحرام هو ما عجز عنه. فما دام قادرا على الصف على اموال اليتامى مثلا، فدام قادر يبقى حلال، الذي عجز عنه هو الحرام. لا، المؤمن الحلال هو حلال الله، والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتقي الله عز وجل. نجد تنازعا بين الناس ويكون عارف نفسه ان هو ظالم، ويعني كما نرى في كثير من الحوادث ان الانسان يعرف نفسه ظالم ومع ذلك يتهرب، ويحصل المحاكم تطول المحاكمات وتمر السنوات ويستحل الناس اموال البعض واعراض البعض لمجرد انه قادر على ذلك. ثم تاتي طائفه المحامين الا من رحم الله سبحانه وتعالى وتمارس هذه المهنه الغريبه التي تؤسس وترسخ الظلم بين الناس. يعني احد المحامين يقول لي: لو اريد تطبيق العدل لالغيت مهنه المحاماه من كثره ما يرى من الظلم الذي يفعله هؤلاء الذين لا يتقون الله في عمله. فهو لا يبحث هل موكله هذا ظالم ام مظلوم، هو المهم ياخذ الرسوم ويعني يحرره من الجريمه، حتى لو كان يعرف انه مجرم وانه ظالم يدعمه ويعينه على هذا الظلم. ونرجو الصلاة ان تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل على انواع يعني الممارسات في مهنة المحاماة، لان فيها من الباطل الكثير وفيها ايضا من الحق ونصرة المستضعف اشياء جيدة. لكن هكذا ينبغي ان يكون شأن المؤمن، يعني احذر ان تتصرف لانك ما دمت قادرا سوى هذا حلال. لا، اذا دعيت الى حكم الله والى حكم رسول الله تقول سمعنا وأطعنا. نجد الرجل مثلا يطلق المرأة ثم يظل يعضلها ويقهرها ويريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا الدنية، كأن تطلب هي الطلاق إذا عضلها فتدفع له المهر والمؤخر وكذا وكذا مما من هذه الأشياء، أو يعلقها ويعضلها. وهذا الظلم يقع كثيرا جدا في المجتمع. كل لا توافق في كل واحد منكم عنده من الخطب ما يدعم هذا الكلام. نجد الأقارب الذين يتنازعون على الميراث أو على الأموال ويتقتلون وتقطع الأرحام بسبب الدنيا، والمسكين لا يدري أنه إذا أنه كونه يكسب إخوته وأقاربه، هو لما بيجي يوزن إيه الفلوس
في كفة وإخوته مثلا وأشقائه في كفة، لأنه في سود مصيرة هذا الشخص الذي يعمل الدنيا مستعد يضحي بكل شيء، يضحي بإخوته وبأقاربه وكذا وكذا في سبيل أنه إيه يحصل على المال. هو لو عقل لعلم أنه إذا يعني يضحي بالمال في سبيل أن يكسب أخاه ويصل رحمه ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لا، فالناس تتقاتل أنه يضحي بكل الروابط كأن لا يعيش غرابة، كأن لا يعيش غرابة وحوش دارية أو أسماك يأكل فيها القوي الضعيف بسبب التكالب على يعني متاع الدنيا. ولو أن الناس تعاملوا بأخلاق الإسلام وبالتسامح هذا يوجب لهم يعني صفاء القلوب من الكبر، وأيضا يحصل لهم بطرق السلمية من الخير والبركة والأموال ونحوها وبطيب الخاطر ما لا يحصلونه من المحاكم والمنازعات والمقاتلة فيما بينهم، يعني كما رأينا في حياة السلف و السلوكياتين كيف انه بالإيثار الإيثار وقضاء حاجات الإخوان والأقارب وصلة الرحم والإحسان إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وبالتودد، يعني يجتهد الناس في الإحسان إلى بعضهم البعض وكل يكون مرضيا متقرب إلى الله. بالخصام لا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فحرصهم على المال وعلى المتاع الدنيا لا يزيد شيئا فيما كتب الله لهم سبحانه وتعالى. فعلى الأحوال نكرر أن أي شخص يدعى إلى حكم الله فمقتضى إيمانه أن يقول سمعنا وأطعنا، وأنه يجب عليه أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمان ونحن نعيش في أوضاع يعني مأساوية في غاية الظلمة، حيث اللجوء للمحاكم الوضعية بآفاتها ومظالمها ومخالفتها للشرع في كثير من الأحوال. ففي هذه الحالة الإنسان إذا قادر على الظلم يظلم لأن القانون في صفه، وقد يكون هذا القانون مخالفا لشرع الله عز وجل، فهذا لا يحل لك عند الله حتى لو كان القانون حكم لك به وهو ليس من حقك، فينبغي أن لا ترضى لأنه عند الله ليس من حقك والله سيحاسبك على هذا الأمر. فينبغي التحاكم إلى أهل العلم الشرعي وأهل الفتية وامتثال حكمهم طوعية، وأن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا، هذا هو الأدب الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة. نراجع سياق الآيات، يقول الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فهو في الحقيقة ويحكم هواه ولا يحكم الشرع، ينظر كان الشرع سيكون في صفه يقول انا ارضى بحكم الشرع، فاذا صدر حكم خالفا لهواه يعني ينفروا من الحق وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، منهج انتقائي ينتقي متى يذعن بحكم الله ومتى لا يذعن بحكم الله عز وجل، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ان ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، هل شرع الله فيه ظلم؟ هل الله يظلم؟ لماذا تعرضا من حكم الله؟ أفي قلوبكم مرض كفر ونفاق أم ارتابوا أم تشكون في الشرع أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم تنسبون الظلم إلى الله ورسوله كما الله سلم وهما يستحيل على الله ورسوله أن يظلم، بل هم واقعون فيما هو أشنع من ذلك، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول حكم الله، هذا بيان آخر لأحوال يمتنعون على القيام الى حكم الله سبحانه وتعالى، وهو اقسامهم الكاذب ليستدل به على ايمانهم الباطن او ما يمكن ان نسميه الاستجنان بالايمان الكاذبه، الاستجنان كما قال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة يعني وقايه ترك يتقون به الحكم عليهم بالنفاق وبالكفر، فيحاولون ان يخفوا نفاقهم وكفرهم بان يحلفوا كذبا أنهم مؤمنون وأقسموا بالمال جاهد أيمانهم، قسم يعني في غاية الاجتهاد في القسم والتوكيد
انهم يؤمنون بالله عز وجل واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم يعني بالخروج من ديارهم واموالهم واهليهم ليخرجن مجاهدين مجاهدين. اذا جهد ايمانهم جهد هنا حال حال او هي مصدر لاقسموا من معناه. وجهد نفسه اذا بلغ وسعها اي اكدوا الايمان وشددوها. واقسموا بالله جاهد ايمانهم اكدوا الايمان وشددوا هذه الايمان المغلظه. لئن امرتهم لا يخرجن يعني والله لئن امرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعة معروفة اي لا تقسموا على ذلك وتسددوا لتردونا. فان الامر المطلوب منكم طاعة معروفة لا تنكرها النفس الا حرج فيها فاطيعوا بالمعروف من غير حرج كما يطيع المؤمنون. فهذا هو التفسير الاول طاعة معروفة لا تقسموا طاعة معروفة لا تسددوا في القسم لتردونا فان الامر المطلوب منكم ليس هو الحرج هو الايه العمل والمقياس الفعلي للفرق. واضح كل لا تقسموا بالكلام ليس المطلوب منكم القدر افعلوا ما يفعله المؤمنون من الطاعه المعروفه التي لا تنكرها النفس لانها لا حرج فيها فاطيعوا بالمعروف من غير حرج كما يفعل او كما يفعل كما يطيعه المؤمنون. وقيل معناه قل لا تقسموا طاعه معروفه اي طاعتكم التي تساعدون بها لئن امرتهم ليخرجن طاعة معروفة انها قول بلا عمل كلام بكلام طاعة معروفة طاعتكم وانقيادكم عبارة عن كلام واقسام وايمان مغلظة لكن في الحقيقة لن تفعلوا شيئا ولن تنقادوا فعلا. اذا القول الثاني معناه طاعتكم طاعة معروفة معروفة بالنسبة لنا انها ايه قول بلا عمل اذ عرف كذبكم في ايمانكم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم. وقال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة فهم من كذبيتهم الكذب حتى فيما يختارونه كما قال الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم هذا القسم حلف حلف لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. قوله تعالى ان الله خبير بما تعملون اي من الاعمال الظاهره والباطنه التي منها الايمان الكاذبه وما تدمرونه من النفاق ومخادعه المؤمنين التي لا تخفى على من يعلم السر واخفى. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا يعني عن الطاعه فانما عليه ما حمل انما عليه ما كلفه من اداء الرساله وابلاغ الامانه فاذا ادى فقد خرج من عهد التكليف فعل ما عليه. فإنما عليه ما حمل يعني ما كلفه الله إياه من أداء الرسالة فإذا أدى فقد خرج من عهد التكليف. وعليكم ما حملتم أي ما أمرتم به من الطاعة والتلقي بالقبول والإذعان والقيام بمقتضاه. وإن تطيعوه تهتدوا أي لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم. فإن أطعتموه فقد أحرجتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى وإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين بنفسه أو الموضح لما أمرتم به. ولما تضمن قوله تعالى تهتدوا إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم استأنف التصريح به تقريرا له. فهذا في أسلوب من أساليب الترغيب لهم في الإيمان والانقياد والتوبة. يقول عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ثم رغبهم في التوبة والانقياد لشرع الله. قال وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا فكلمة تهتدوا إشارة إلى إيه؟
تبشير بوعد كريم ومستقبل فخيم، فلذلك صرح بهذا الوعد الكريم والمستقبل الفخيم تقريرا لقوله تهتدوا، فقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تضمن قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم، استأنف التصريح به تقريرا له بقوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم، أو خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة، كما استخلف الذين من قبلهم أي من الأمم المؤمنة برسلها التي أهلك الله عدوها وأورثها أرضها وديارها، كما فعل بني إسرائيل حين أورثهم فلسطين بعد إهلاك الجبابرة. فليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي فليجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوعا لواء ظاهرا على غيره قاهرا لمن ناوله. وهذه الآية بلا شك يعني تتضمن منقبة عظمى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم هنا طبيعية أم بيانية؟ بيانية، أن الصحابة كلهم مؤمنون رضي الله تعالى عنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا شك أن أولى الناس الذين تحقق فيهم هذا الوصف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من تبعهم بإحسان. فهذه منقبة وفضيلة عظمى للصحابة رضي الله تعالى عنهم وشهادة لهم بالإيمان والعمل الصالحين. فخاصم الله الشيعة الراقبة قبحهم الله الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويضدون الله سبحانه وتعالى في تزكيته وشهادته في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم يزعمون أن الصحابة ارتدوا جميعهم إلا خمسة أو ثلاثة، فأما مع ذلك فهم يتكلمون عن الصحابة أنهم كفار ومنافقون وزنادقة أخذهم الله. فكيف الله سبحانه وتعالى يقول لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هؤلاء قلوبهم مملوءة بالغيظ والحقد والكراهية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحظهم كما قال تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه علامة من علامات مرض القلوب والزندقة والنفاق، كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعني يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأن الجرح في حملة الشرع وحملة القرآن هو جرح في القرآن نفسه، هذه طريقة لهدم الإسلام كما هو يعني معلوم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وهذا الذي حصل، أن الصحابة في حوالي نصف قرن فقط في 50 سنة امتدت الدولة الإسلامية من أقصى الشرق في العالم المعروف يومئذ عند حدود الصين وبلاد الشرق إلى أقصى الغرب عند البحر الأطلسي، عند بحر الظلمات كما يسمونه، بل إن عقبة بن نافع رضي الله عنه حينما انتهى إلى آخر الحدود عند آخر نقطة عند المحيط الأطلسي غربا، خاض بالقرص إلى داخل المحيط الأطلسي أو البحر المحيط أو بحر الظلمات، وقال فيه: اللهم لو أني أعلم أن خلف هذا البحر بلادا لخضت البحر في سبيلك. يعني هذا يعني يبين أن هذا أقصى ما استطاع أن يصل إليه من حدود العالم في ذلك الوقت. ثم توغلت الدولة الإسلامية إلى أحشاء
يعني الأندلس وإسبانيا والبرتغال وحتى داخل أحساء فرنسا وسويسرا، وامتدت في عهد الدولة العثمانية إلى معظم أو كل أوروبا الشرقية، المجر والنمسا وكل هذه البلاد يعني تغلغلت فيها الدولة العثمانية ووصلها نور الله سبحانه وتعالى. كل هذا هو بالضبط هذا الوعد من الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا هو السلاح الذي يكون فيه الاستخلاف. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني من المؤمنين، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. كما أشرنا من قبل في بعض المناسبات، التفسير الوحيد صحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على أنه صراع بين الإيمان والكفر، يعني هذا هو التفسير الحقيقي والصحيح للتاريخ، لا على أنه صراع طبقات ولا على أنه صراع أجناد ولا على أنه كذا وكذا، وإنما هو صراع بين الحق والباطل. فمحور التاريخ البشري كله ينبغي أن يفسر على هذا الضوء، على هذا الأساس، أن التاريخ ما هو إلا صراع بين الإسلام وبين الكفر. الإسلام الذي جاء عليه جميع الأنبياء من لدن آدم ونوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو التفسير الوحيد الحقيقي والصحيح للتاريخ، وينبغي أن نستمر في ذلك المنهج الوحيد المقبول كما تلاحظون في القرآن الكريم. هكذا هذا هو المحور الذي يدور حوله قصص الأنبياء مع قومهم، التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، والناس يقسمون إلى مؤمنين وكفار طبقا لموقفهم من قضية التوحيد، وعوقبوا في الدنيا من عوقب بالثلاث إعراض عن التوحيد وتكذيب الأنبياء، وعذاب الآخرة أيضا هو بسبب إعراض عن التوحيد، ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة أيضا مقابل بمن أجاب الرسل. فإذا محور الحياة كلها، تاريخ البشرية كله يدور حول الصراع بين الإسلام وبين الكفر، لا هو صراع طبقات ولا صراع من أجل السلام العادل والشامل ومش عارف إيه، هذا كله خداع وهذا كله صراع. حقيقة الأمر أنه كله في كل مراحله صراع بين الإيمان وبين الكفر، حتى ما نحن فيه في هذا الزمان، ما هو إلا صراع بين الإيمان وبين الكفر، بين أهل لا إله إلا الله وبين أعداء الله وأعداء رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي فلا يجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوعا لواء ظاهرا على غيره لا قاهرا لمن ناوى. وفي إضافة الدين إليهم قول تعالى ولا يمكن لهم ولا يمكنن لهم دينهم، أضاف الدين إليهم ثم وصفه بارتضائه لهم الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الإسلام دينا، تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب في هذا الدين وفضل تثبيت عليه. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، يعني بعد هذا الوعد الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادتين، فأولئك هم الفاسقون أي الكاملون في صدقهم، حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجثروا على غمضها. وفي هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه ما لا يخفى، هذه الآية من علامات صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أخبرت بغيب قبل أن يقع ووقع تماما كما أخبر الله عز وجل. فقد أنجز الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب، وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاثرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا، وطاروا إلى حال يخافهم كل من عذابه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا معطوف على قوله أطيعوا الله، وما فرض بينهما كان تأكيدا، كان تأكيدا الآية 54 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففي التفسير نقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أما ما بعد قوله أطيعوا الرسول كله أسرار من الاعتراضين، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على رسول البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا إلى قوله ومن كفر وذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال وأقيموا الصلاة، فهي معطوفة على قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو المقصود فآمنوا واعملوا صالحا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو فلا تكفروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم كرر طاعة الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تأكيدا لوجوبها،
ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي معجزين لله تعالى، بل مدركون ومأواهم النار ولبئس المصير. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب، بل الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ليسوا معجزين لله تعالى وليسوا فائتينه عز وجل، لم يفوتوه، وإنما هم في خطته عز وجل وهم مدركون لا محالة، ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم أشير إلى تتمة الأحكام السابقة، إثر تنهيه ما يجب امتثاله من الأحكام من الترغيب ومن الترغيب والترهيب، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.